مبروك كده رجل او امرأة، لو انت غلطت فيهم لازم الاعتذار يقدم ليهم كاش وفي اسرع وقت. وفي ابراج تانية، ودي اللي مش هتيجي معانا في حلقة النهاردة، اللي هما العكس بقى. بالعكس انصحك لو انت اخطأت في حقهم استنى شوية، اتأخر شوية في حتة الاعتذار على ما يتقبلوه منك. يلا بينا. وائل، الابراج دي متعبة ولا مش متعبة؟ اللي عايز العسل يستحمل بقى تقريص النحل زي ما احنا بنقول. يعني انت لو بتحب حد من دول مرتبط بيهم رجل او امرأة هتستحمل، هتعمل ايه؟ هتعرف سياسته عشان تعرف ان انت تتعامل بيها او من خلالها معاه. بكم سريعا وبرحب بالجديد وبقول له بس عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، يا ريت يعني. ويا ريت كمان عندنا لايف كل ليله الساعه 9 على الانستجرام وعلى الفيسبوك، عشان انتوا بتقولوا احنا بنبعت لك على الخاص وانت بتتاخر. انا بعمل لايفات يا جماعه، اسالوني فيس تو فيس هرد عليكم احسن ما اكتب لكم. في اجمل من كده؟ تعالوا بنا نبتدي. احنا معانا اكتر خمسه بس عشان ما اطولش عليكم في الحلقه. توقعوا الخمس ابراج هيكونوا مين. انا بقرا كل تعليقاتكم وبعشق قوي ذكائكم في حلقات التوقع او في اي حلقه انا بعملها، وبتعرف كمان عليكم من خلال توقعاتكم. وحد اذكى شويه يقول لنا يتوقع باحساسه وخبرته مين هيتصدر الابراج في حلقه النهارده. في المركز الخامس رجل او امراه، واحد من ملوك الاحساس والرومانسيه والجمال والرقة والاحتواء، هنقول شعر في برج السرطان. لازم اما نتكلم عن البرج ده نديله حق. وبرج السرطان في المركز الخامس، هذا البرج كل ما انت تطول في تقديم الاعتذار كل ما يشيل ويزعل ويعند ويقول مش هقبل اعتذار منه، مع انه ممكن يقبل، بس بتبقى حاجة في النفسية على فكرة. وهو الحتة العند بتاعته عالية شوية وتقلب مزاجه سريع شوية، فعشان كده ننصحك ما تطولش في تقديم الاعتذار. ولكن صراحة هو يميل للأبراج اللي مش معانا في حلقة النهاردة، مش للأبراج اللي هتيجي سابقاه. يعني لما نطلع كمان مركز، نوصل للمركز الرابع، نلاقي واحد من أقوى الأبراج، الأنثى، هي المرأة الحديدية. كده عرفنا إن احنا قصدنا رجل أو امرأة برج الجدي. هذا واحد من الأبراج اللي عايزة الاعتذار كاش، مفيش تقسيط، لازم الاعتذار كاش. وممكن تدفع الفاتورة أكتر من مرة مع برج الجد. يعني ايه تدفع الفاتورة أكتر من مرة؟ يعني ممكن تعتذر أكتر من مرة. طباعه كده، واللي عايز يتعامل معاه ويكسبه لازم يفهم السياسة دي ويختارها في التعامل معاه. لا أنا منصحكش. أنا ممكن مع برج السرطان أقول لك العملية متوسطة، يعني طول بس ما تطولش قوي. ولكن بداية من الجدي أقول لك كل ما تكون أسرع كل ما يكون أفضل وصحي لعلاقتك بيه، وكل ما تتأخر كل ما يكون العكس. إنما لما نوصل ونعلى أكتر للمركز الثالث، وأذكركم لو شايفين الحلقة دي ممتعة مفيدة عجباكم، طلب المعتاد ادوني لايك على الحلقة دي عشان أعرف، ولو شايفينها العكس اعملوا ديسلايك بس ادوني السبب، يفرق معايا لو في مشكلة أعالج. انتوا أهلي وناسي. برج القوس اللي في المركز، برج القوس ما بيصبرش ان انت تكون مزعله او غلطان فيه وتعلقه بالايام والاسابيع والشهور. لا يقبل غير مطروح او غير مقبول يا اكسلانس في ثقافة او في قاموس عامة. برج القوس انت بتشوفه بيضحك وسلس ومش بيدقق، بس لما تعمل حاجة تزعل البرج ده وتتأخر في الاعتذار، والله وبحلف ممكن، ولكل قاعدة استثناءات وده طبيعي، والطبيعي بتاع الحياة ممكن يمسحك بأستيكة من حياته ولا يبالي. فإذا أنصحك كل ما تكون سريع في تقديم الاعتذار كل ما يكون أفضل بكتير، لو أنت عايز تحافظ على البرج ده رجل أو امرأة في حياتك. هو يمسحك بأستيكة بسرعة، ولكن مش زي برج الأسد اللي بيجي في المركز الثاني منفردا بالمركز الثاني. هل زعيمة العصابة عندها فلسفة الصبر او عدم تقديم الاعتذار كاش؟ انت بتحلم او ما تعرفش حاجة عنها. لا يعني احنا يعني ننصحك ان انت اذا اخطأت في حق برج الاسد قدم الاعتذار في نفس ذات اللحظة. حلو التعبير ده، في نفس ذات اللحظة. ساعات بقول اشعار كده وانا مش واخد بالي. نصيحة لو انت يعني مش انت غلطت
وعلى فكرة ثقافة الاعتذار مش تقلل منك، بالعكس ده من أحد السمات اللي تدل إن شخصيتك مميزة وإن أنت واثق في نفسك وإن أنت متصالح ومتفاهم وشخصية طبيعية كمان، متصالح ومتفاهم مع نفسك يعني دايما الشخص اللي بيمتلك ثقافة الاعتذار ده شخص ما عندوش نقص، خلي بالكم يعني. فقدم لبرج الأسد رجل أو امرأة الاعتذار ما دام أنت مقتنع، خلي بالك حط تحت دي خط ان انت غلطان، وايه اللي زعلك؟ مش انت غلطت يبقى واجب تعتذر. مع الاسد التاخير يولع الدنيا حريقه، يعني هنعوز المطافي وهنعوز ناس كتير تطفي الحريقه اللي هتقوم، وغالبا مش هتقدر ان انت تطفيها. متصدر الابراج في حلقه النهارده حد توقع؟ طب كتبته، انا بقرا كل التعليقات عامه. هو رجل او امراه برج الحمل الناري، فارسة عنيدة، ورجل عنيد سريع مندفع بياخد قرارات متهورة عادي، ما عندوش مشكلة بيقلب الترابيزة واللي يحصل يحصل. غلط في نفس ذات اللحظة برضه، وخليك أسرع وقدم الاعتذار وتحايل وطول نفسك، لأن باختصار أنت لو ما عملتش كده يبقى أنت بتقول لبرج الحمل امشي، مش عايزك في حياتي، عايز أخسرك يعني، ما أنت مش مهم بالنسبة لي. طبيعته كده يا جماعة، هو كل برج لازم يبقى فيه الحلو والوحش، ولازم يبقى فيه اللي انت تحبه في شخصيته، ولازم يبقى فيه اللي صعب على شخصيتك، ولكن اللي هنتفق عليه في النهاية ان انت ما دام عايزه عايز تحافظ عليه يبقى لازم تعرف منين تدخله، غير كده يبقى سوري خليني اتهمك بالغباء. يعني يا ريت تكتبوا لي رايكم في الحلقة دي، عيلتي ويهمني قوي اراكم، وبشكركم جدا على كلامكم الجميل وتفاعلكم ده، احنا فعلا عيلة واحدة، ونكون عيلة قريبة من بعض أكتر لو انضمتولنا على الفيس وعلى الانستجرام، بنحل مشاكل أصدقائنا وبنجاوب على استفساراتكم وبنريح أصدقائنا من خلال المشاركة ونحسسهم إن احنا معاهم. يا ريت اللي بيشوفني كمان يا جماعة على الانستجرام أو الفيسبوك، أنا طالب بس من أي حد بيشوفني يشارك الرابط مع أي اتنين من أصدقائه، ويا ريت كمان لو أصدقائنا على اليوتيوب يعملوا كده، نتمنى عيلتنا تكبر أكتر وأكتر ونتفاعل ويكون في ألفة بينا أكتر وأكتر. بحبكم جدا وهتوحشوني، على ما نلتقي بكرة.